بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. نرحب بكم في الإيجاز الصحفي اليومي الذي نقدمه هذا اليوم من المنزل التزاما بقرار حظر التجول الشامل. بهممكم وتعاونكم لمسنا اليوم التزاما كبيرا بقرار حظر التجول الشامل، لذا نتوجه بالشكر الجزيل لجميع المواطنين على ذلك. نؤكد ضرورة استمرار الالتزام بتعليمات الحظر الشامل ليوم غد السبت من أجل سلامتكم وصحتكم، مع الإشارة إلى أن هذا القرار يطبق على الجميع بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية، ويستثنى منه فقط الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص وفرق التقصي الوبائي وعدد محدود من المسؤولين والعمال والموظفين القائمين على أعمال بعض المؤسسات الحيوية. نؤكد أيضا على ضرورة الالتزام خلال الأيام المقبلة، وهي أيام حاسمة جدا في معركتنا مع هذا الوباء، ونجاحنا يعتمد بشكل رئيس على الالتزام. اليوم وبفضل تعاونكم تمكنت فرق التقصي الوبائي من مواصلة عملها الضروري بكل كفاءة وفاعلية، كما تمكنت فرق التعقيم والتطهير من مواصلة عملها بشكل أكبر. هناك عدد محدود مع الأسف من المخالفات وحالات خرق الحظر الشامل تم التعامل معها من خلال نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفقا لأحكام القانون. نهيب بالجميع التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأن نكون لهم عونا وسندا في هذه المحنة. نؤكد أيضا ضرورة أن يكون طلب المساعدة عبر أرقام الطوارئ في الدفاع المدني لحالات الضرورة فقط، نظرا للكم الهائل من الاتصالات التي ترد إليها. ختاما أقول حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء. نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم. أسعد الله مساءكم بكل الخير وجمعتكم مباركة، ولله الحمد لم تسجل أي إصابة في المملكة اليوم، بالرغم من عمل ما يزيد عن 1500 فحص من شمال المملكة إلى جنوبها. إن عدم حصول حالات لا يعني بأن الوباء قد انتهى، ولكنه يدل أن التزامنا جيد، وأن الزيادة في الالتزام سوف تسرع في عودتنا إلى حياتنا الطبيعية. كذلك سجلت 9 حالات شفاء، 3 منها في مستشفى الملك المؤسس و6 في مستشفى الأمير حمزة. وهنا أود أن أشكر نشامة وأبطال التقصي الوبائي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي كانت تعمل طول النهار لكي تؤمن لنا صحتنا. حمى الله الأردن وقيادته والإنسانية جمعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.